في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 1375 هجريا، أصدرت الحكومة التونسية قرارا بأن يكون جامع زيتونة جامعة مختصة بالعلم وأن تسمى الجامعة الزيتونية. وجامع زيتونة أحد أقدم وأشهر المساجد في بلاد الإسلام كلها، حيث أسسه عبيد الله ابن الحبحاب سنة 116 هجريا. ولا تعود شهرة جامع الزيتونة هذه إلى الدور الذي قام به كمسجد للصلاة والعبادة فحسب، بقدر ما تعود إلى الدور العلمي والثقافي الذي اطلع به عبر العصور منذ أوائل القرن الثاني الهجري، حيث اطلع بتدريس العلوم الإسلامية بداية من سنة 120 هجريا. وبذلك يعتبر أقدم جامعة عربية إسلامية استمرت تؤدي دورها قرابة 13 قرنا متتالية دون انقطاع يذكر. فقد أكد المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب هذه العراقة بقوله: إن جامع الزيتونة هو أسبق المعاهد التعليمية للعروبة مولدا وأقدمها في التاريخ عهدا. في مثل هذا اليوم من سنة 1338 هجريا، سافر الزعيم المصري سعد زغلول إلى لندن لمواصلة المفاوضات مع وزير المستعمرات البريطاني اللورد ميلنر لتحديد طبيعة العلاقة بين مصر وبريطانيا. وميلنر هو صاحب اللجنة الشهيرة التي قدمت إلى مصر للتحقيق في أسباب ثورة سنة 1919 والتي قاطعها الشعب المصري. سافر سعد زغلول إلى لندن عام 1920 ميلاديا ليتفاوض مع ميلنر بلندن لعقد معاهدة، لكن دب خلاف بينه وبين عدلي يكن باشا رئيس الوزارة المصرية وقتها، كما اتهمه البريطانيون بالتحريض على الفتنة. اعتقل سعد زغلول وبعض أعضاء الوفد وتم نفيهم إلى جزر السيشيل في سبتمبر سنة 1921، ثم نقل لأسباب صحية إلى جبل طارق، وأطلق سراحه في الرابع من أبريل سنة 1923 ميلاديا وعاد إلى مصر. ظفر سعد زغلول في انتخابات 1923 ميلاديا بأغلبية ساحقة، وألف الوزارة أوائل 1924 ميلاديا، وهذه الوزارة تعد أول وزارة شعبية في مصر، وتعمقت زعامته للشعب المصري رغم تعرضه لمحاولة اغتيال من منافسيه. في اليوم 19 من شهر رمضان سنة 834 هجريا، تم تنفيذ حكم الإعدام حرقا على المناضلة الفرنسية جان دارك، وكانت في 19 من عمرها. قاومت جان دارك الاحتلال البريطاني لبلادها، وعرفت بعذراء أورليان مدينتها التي احتلها الإنجليز، لكنها اختفت في كوبيني قبل أن تصل إلى باريس، وسقطت بين أيدي البرغونيين نسبة إلى جنود دوق برغوني المعارض لمقاطعة أرمانياك، وتم بيعها إلى الإنجليز بعد أن ألصقوا بها تهمة السحر والشعوذة. وقدمت جان دارك إلى محكمة كنيسة يرأسها أسقف اسمه بيير كوشان، واعتبرت بموجب قرار المحكمة ملحدة ومرتدة، وهو ما ترتب عليه حرقها حية
في 30 من مايو سنة 1431 ميلاديا.